السلام عليكم. اليوم نتكلم على مشروع أبراج وهران، أبراج الباهية بوهران. وهذا المشروع فيه أوتيل ومول كبير ومنطقة سكنية متكونة من 3 أبراج، وهو يقع مش بعيد على المولت اللي مسمى بالجران تورون. جاي هنايا في مقابل لجامع الأمير عبد القادر، وحاولت جيتو الخط المرة الأولى باش نصوره. كانت شي صعب الحال باش تدخل داخل المول. وهنا نشاهد الواجهة الخلفية اللي انتهوا الأشغال منها، وفيها 3 أبراج سكنية، ومن تحت كاين مول كبير راه ما زالت الأشغال فيه. وهذا إضافة جيدة للمدينة. الآن هنا نشوف أنه حجمه كبير، ربما سيكون الأكبر في وهران، إضافة إلى مولات أخرين كأرديس ومول السينيا ولو جران تورون، وكذلك كاين مول آخر وشوبينين. كلهم هذو مولات كبيرة، راهي البعض منها راه مازال في الأشغال. وهنا نشاهد الأوتيل هنا اللي راه وين كاين لاستريكتير تاعو الهيئة الإسمنت والكونكريت البيتون، هذاك الأوتيل. وحاولت في المرة الثانية، هذه الخطرة الثانية، اني ان نعاود نولي ليه. هنا رانا مرينا امام الجامع الامير عبد القادر، ونشاهد المول، نشاهد الاستريكتور نتاع الاوتيل نتاع الفندق من 5 نجوم المتصلة بالمشروع. وهنا نشاهد ان الطوابق مازال لم تنتهي. وفي هذه المرة عاودت مريت للمشروع هذا. للأسف نفس الشيء، لقيت هنا كي دوك نقرب للمشروع. هذه المرة الثانية، الجولة يعني الجولة الثانية اللي عاودت رجعت لهذا المشروع. وهذا المشروع يعتبر يعني بنظر إلى الحجم نتاعو يعتبر مهم في مدينة وهران. الآن هنا نعاود نرجع للواجهة الخلفية، هي اللي راهي يعني الأشغال تعتبر منتهية منها. نعاود نولي هنايا، نعاود نصيب. للأسف صفت رفيقة من الدرك الوطني، جاو هنا ستاسيون ما قاراو هنا لي حاجة تخصهم. إذا لم أستطع التقرب أكثر من المشروع. والسلام عليكم.